السلام عليكم. سيدي كريل الفاتح مدير الصندوق الوطني للتقاعد في ولاية بازار. حبيت يعني نغتنم الفرصة باش نوجه يعني المتقاعدين والمنتسبين تاعنا بولاية بازار. يعني كانت هذه المبادرة من الوكالة تاعنا باش نرافقوا مراكز البريد على مستوى الولاية في عملية صب المعاشات تاع المتقاعدين تاعنا، وين كان كانوا ديزاجون تاعنا خدامين في مراكز البريد، وين كانوا ينظموا في المتقاعدين يعني خلال عملية صب المعاشات. وما ننساوش باش نشكروا يعني الجمعيات الخيريه اللي راهي تعاون فينا في هذه المناسبه، نشكروا كذلك المراكز البريديه على حسن الاستقبال تاعهم، ونغتنم الفرصه باش نوجهوا نداء يعني المتقاعدين والمنتسبين تاع الصندوق تاعنا من اللي هما ابائنا وامهاتنا، باش نقول لهم يعني في ظل هذه الظروف المرض اللي راهو ينتشر في البلاد وبسرعه فائقه، يعني يتجنبوا التنقل والاكتظاظ والالتزام بتدابير الوقايه والامن، وبارك الله فيك. Thank you.